ولم يسب هذا الرجل العظيم ألف شهر على منابر المسلمين التي أقيمت أعوادها بجهاته بدمه بتضحياته، سب على منابر المسلمين. إذا لم يحصل على شيء من الدنيا، لا على حطام ولا على مال ولا على منصب ولا على ثناء ولا على تقدير، ولكنه على الرغم من ذلك حينما ضربه عبد الرحمن على بالسيف على رأسه، ماذا قال هذا الإمام العظيم؟ قال: لقد فزت ورب الكعبة. لو كان علي يعمل لدنياه لقال: والله إني أتعس إنسان، لأني لم أحصل على شيء مثل بقاد عمر كله جهاد كله تضحية كله حب لله، لم أحصل على شيء. لكنه لم يقل ذلك، قال: لقد فزت ورب الكعبة، إنها والله الشهادة. لأنه لم يكن يعمل لدنياه، كان يعمل لربه. والآن لحظة اللقاء مع الله، هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها علي مع الله سبحانه وتعالى، فيوفيه حسابه ويعطيه أجره، يعوضه عما تحمل من شدائد، عما قاسى من مصائب.